اليمحى كل ذنب عندنا، ارفعوا اصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بأبي انت وامي يا رسول الله، بأبي انت وامي يا ابا عبد الله. السلام عليك يا وعلى الشفاه الذابلات، السلام علي العيون الغائرات يا ابو علي، وين عليك سيدي. السلام على الاعضاء المقطعه السلام على النساء المسبيات، زينب 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 زينب. كلما تذكر زينب في قبالها ماذا تذكر؟ أبو فاضل. تقول تأملهن خوشة فيات يا أخوي، فيهن قضاء حوائج. تقول من سبوني من سبوني سبون ولا الهاشم. صعب علي سيدتي وصعب عليك أيها الموالي. تقول من سبوني سبون ولا الهاشم. ما نسبوني قالوا خارجية. سبون ولا الهاشم من سبوني من سبوني وغدت تدرف دموعي يا ابو علي. ذكرتك يا شفيري ذكرتك يا ابو فاضل من سبوني من سبوني من سبوني. ذكرتك يا ابو فاضل من سبوني سبوني. من اخت عباس مالي خارجيه ونا يا اخت عباس مالي خارجيه مالي خيت سال الظعن بيا. هذا الحكي ويا ابو فاضل مولاي. تقول سال الظعن بيا ومالي خيت وعدو الرافقان يا ابو فاضل. ما نخيت اظن عباس ناسي واحد لا قوه الا ابو فاضل انساك سيدتي. اظن عباس ناسي ما نخيت كيف النبي يوم سار الظعن بيا وصل النياحة. يا كيف النبي يوم سار الظعن بيا شلون يا عباس تتركني وحريم محيره عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم عثرة. شلون يا عباس تدركني وحريم محيرة عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم عثرة.
الدارين وعقب زينب وعقب عينك بين حرام حيارة تدري بين يبقي العضي دلقين يا خويا حبيبتي شلون يا عباس تدركني وحريمي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بأبي الفضل العباس عليه السلام قمر العشيرة، وهذا اللقب ما اجى هيك اعتباطا مولاي، لأن آل هاشم بني هاشم يوصفون كلهم بالجمال، موصوفون بالجمال بحيث تقول عائشة كنا في الليلة الظلماء ننظم الإبرة على نور وجه فاطمة. والوصف لأهل البيت عليهم السلام الحسن الحسين أقمار كلهم أقمار، لكن قمر الأقمار قمر العشيرة، عشيرة كلها قمر مولاي كلها أقمار، لكن هل مائز هذا بين الأقمار هو أبو الفضل العباس. تستحق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بطل تورث من أبيه شجاعة، من هائل بل الضلالة ترهمون، ما كر ذو بأس له متقدما إلا وكان رأسه المتقدم. قال أمير المؤمنين مصداق لعلي بن أبي طالب، لأن الشجاعة ورثها عن أبيه اللي يقول لابن أبي الحديد يا رسم لا رسمتك ريح زعزع وسرت بليل في مراحك خورع، لم ألف صدري في فؤادي بلقعا إلا وأنت من الأحبة بلقع، الضارب الهام المقنع في الورى بالخوف للبهم الكمات يقنع، يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع، من عالم القدسي إلا تربة فيها لجثتك الشريفة مرجع. قال أمير المؤمنين عليه السلام منين يجيب الشجاعة أبو فاضل؟ بنو هاشم كلهم شجعان. وهكذا ميزات جسدية صفاتية، ميزات علمائية انتهكت في قتلك حرمة الإسلام. العلماء يقولون ولا تنتهك الحرمة إلا بقتل عالم. فاضل إلى خصوصية، أمير المؤمنين عليه السلام ادخره لهذا اليوم للطف، اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب، ليش؟ لتجد لي غلام ينصر ولدي الحسين في كربلاء. والنعم منك أبو فاضل. واحد حكي قبل أيام وما عجبتني مرتب، قال الحزن البكاء على العباس إلى خصوصية. يا بشلون دليلك؟ يقول لأنك عندما تبكي على العباس تبكي على الوفاء، لأن الوفاء تجسد بالعباس، قمة الوفاء أبو فاضل. أي وفاء هذا اللي بلحظات أشد اللحظات يرمي الماء بيده
يا نفس من بعد الحسين هوني، انت لا شيء امام الحسين، ذوبان مطلق في سيد الشهداء. لذلك قابله العباس يوم ابو الفضل استجار به الهدى. بمن قابل العباس عليه السلام؟ قابل بهذه الكلمتين، قال بنفسي انت. شنو معناه؟ معناه بعد روحي الفاضل. اي مرتبه، هاي مرتبه عظمى يصلها العباس. وكان ابو فاضل هو اقرب شخصيه للحسين، لذلك عندما استشهد العباس الحسين صار عباره عن هيكل، جسد بلا روح بعد ان فقد العباس. عباس وحده من مهامه شنو كانت مولاي؟ وحده من مهامه كانت حراسه الخيام، خيام الحسين، الحراسه الموكله بالاولويه للعباس. لذلك عندما كان القوم يرمون بدايه معركه، قبل المعركه كان ترمى هنالك مناوشات مولاي بالسهام، بالرماح يشقون الخيام، فتضطرب النسوة والاطفال، يجي يحضر ابو فاضل يزول هذا الاضطراب. كذلك هنالك شخصيات من اصحاب الحسين حوصلت ندبه العباس الى فك الحصار عنهم. اخي ابا الفضل ادرك اصحابي، يروح ابو فاضل يفك الحصار يكشف الجيش عنهم ويرجعهم. فابو فاضل الى خصوصيه ساقي العطاشه الكفيل، شنو من القاب؟ كل لقب يستحق انه تسوى عليه مبحث كامل، كتاب كامل، شخصيه العباس، كتب، مؤلفات. وهكذا من شهد بها؟ شهد بها الاعداء قبل الاصدقاء. قل ومناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الاعداء كمليحه شهدت لها ضراؤها، والفضل لا تشهد به الضراء. الاعداء يغبطون على هذه الشخصيات، لان احنا بهاي الشخصيات يصير ديموميتنا العقديه، قوامنا العقدي بهؤلاء، تتجسد العقيده بهؤلاء، مصادق للعقيده الصحيحه. والعقيده هاي كل ما جاء يحاول الاعداء يضربها منا ومنا. يوميا فكر غريب، فكر جديد، لكنه العيب يظهر عيب ضده، يقولون وبضدها تتميز الاشياء. موضوع الان في الساحه حاصل، موضوع فقهي هو واقع. مرات تصير خلافات فقهيه، الخلافات الفقهيه ما يترتب عليها مشكلة معينة، مشكلة عقدية، لا، خلاف فقهي، والفقه باب مفتوح، باب الاجتهاد عندنا مفتوح احنا بالنتيجة. فلذلك واحدة من هذه الأبواب قضية التقليد واقع. أحد الأخوة قال لا بأس تشير لها ولو من بعيد. فالتقليد كل العالم يقلد. هسه تقول شنو هاي؟ كل العالم عندهم مراجع؟ اصبرني شوي. شلون يقلد العالم؟ الغرب يقلد، المسيحي يقلد، الصابئي يقلد، غير المسلم يقلد، كل تقلد، شلون تقليد هذا؟ لان هو هسه تقول لي انت المسيح ما عنده قران حتى يقلد، ولا عند محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعيدوها ثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا نعم مولاي. وأنا أخاف الوقت يدركني طول الخوات، جزاكم الله خير. قلنا نعم، ترى القضية مو قضية قرآن وقضية رواية، لا، القضية قضية عقلية.
يعني عقلي شي يقول لي أنا أمشي بهالموضوع هذا، شي يقول لي عقلي؟ يقول لي يابا أنت بهالقضية الفلانية تراجع الاختصاص. طيب زين هسه هذا، يعني من تتمرض وين تروح؟ تروح للمختص. من هو الطبيب؟ زين هل من المعقول أنا إذا أتمرض أروح مثلا السائق التاكسي أقول له بلكي تعطيني علاج؟ علي مو شغلاني هذا. اقول لك شغل من يقول شغل منو؟ شغل الطبيب. وكذلك اذا انا داخل تاكسي اروح عند الطبيب اقول له مولاي وديني انت عايز يروح تاكسي هنا؟ يقول لا انت روح للاختصاص، تروح له بالتاكسي. هذا يسموه شنو؟ تقليل. انت قلدت الطبيب بهذه الجزئيه، بهذا الدواء اخذت الدواء من عنده. فالقضية عقلية، يعني مو قضية قرآنية صرفة. نعم القرآن يأيدها والرواية تأيدها، كل يأيدوها، بس أصل الموضوع هو العقل. فأنا عقلي يقول لي يابا أنت قضيتك بالمسائل الفقهية وين تروح؟ خب ما أروح للصبراني، أروح للفقيه. لو العقل يقول لي غير مكان روح، لا للفقير. هسه يقول لي الغرب شلون يقلدون؟ نعم هذه الصناعات جاءت من التقليد. واحد ابتكر له سيارة معينة، اجوا جماعة قلدوه. فالتقليد قضية عقلائية. ليش أنا من توصل للفقه أقول ستوب توقف؟ ماكو تقليد، ماكو تقليد. محل الشاهد. فالعقل هو الباعث. وتأتي الروايات واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل العلم بعناوين متعددة. أهل العلم منهم العباس عليه السلام، أبو فاضل سلام الله عليه، عالم من العلماء، لكن كان بوجود الحسين العباس ما يظهر علمه لأن الإمام موجود. سلام الله عليك يا أبا الفاضل، يا أخو زينب. زينب تخاطب للعباس، أراد يخرج بالقتال. إجا السيد الشهداء، أخي أبا عبد الله ائذن لي. قال أخي أبا الفضل أأذن لك؟ بكى العباس، أبا الفضل إذا تفرغت عني آل أمري إلى الشتات، إذا تفرغت عني عسكري يروح بعد ما عندي عسكر. قال أبا عبد الله إن لم يكن بأس في ذلك فلا بد من جلب الماء إلى العيار. إذا طلع العباس لقى زينب واقفة. قلت لك أنا قبل شوية كل ما أنت تذكر زينب تجي العباس، فين أكو كفالة بالموضوع؟ الكفالة يا أخويا شنو الكفالة؟ الكفالة بروفان ليلة 21 رمضان أوصى أمير المؤمنين أولاده بوصايا بعد أن أكمل وصاياه. رمق العباس ببصره ثم نظر إلى زينب، صاح ولدي عباس اقترب لي قليلا. أخذ إيد أبو فاضل خلاها بإيد زينب، لأن زينب هاي ذكرت العباس لما أراد الخروج إلى القتال. قل عندي يا أبو فاضل وصية تدبرها طور كيفك. عندي يا ابو فاضل وصيه، عندي يا ابو فاضل وصيه، زينب ترى بحماك هي، ومن سمع عدك صدر الشفيه، لما نسمع دك صدر الشفية. يقل بحماي بويا الهاشمية،
حدي وياها نقاطع ايديا بعد شنو فاضل قل له لو طحت يا بلا تعتب علي صاح زينب يا من وخ الهود اجعل الباب اللي بناشده وياك واعتاب خرج العباس شق الجيش وصل الى العلقمي ملأ القربة يا الله يا مولاه يا ابا عبد الله والحسين يباوع لخيه من بعيد ويم زينب تواجد تنظر الى وجه ابي عبد الله الا يتغير لون ابو علي ابو فاضل لم يهمه قطع اليدين لكن الذي جعله متحيرا ان اريقت القرب ما هو ظل العباس أيس ابو فاضل بين من الرده بينما هو كذلك واذا بعمود على راسي رحم الله من ناداه عباسا رحم الله من ناداه وحسينا اجب علي شاف العباس بذلك الحال عين جمد عليه الدم واخرى فيها السهم ظنه من الاعداء قال يا هذا لا تذبحني ليش حتى ياتيني اخي احبه ويحبني اشمه ويشمني ودعه ويودعني قل له جيتك يا زد تنم علي خويا جيتك يا زد هم علي كسر الظهر بعش خليت بيا يا ابو فاضل يا ابو فاضل يقول له وين بتارك طرحته يقول له وين بتارك طرحته يقول له انقطعت يمين وترى الفضل شاوين الاجفوف يقل تقطعت ما بين الاسفوف يقل اخويا اخويا دمي على جمل يا حسين ما اشوف يا دمي على عين جمل يا حسين ما اشوف اراد حمله لم يقبل العباس خويا حسين خليني بشاني خويا حسين عالمشرع خليني خويا حسين حالي الموت ما بينك وبيني ابيات الدعاء خويا حسين جر السهم يقول له يا اخويا شلون اطلع شلون اطلع توجع القلوب يا ابو فاضل سهم عينك شلون اطلع متعادل وسطها وصعب شلعه يا با متعادل وسطها وصعب شلعه
اجى العباس تلقيته زينب وين خليته مفاضل صاح بصوت زينب يا شفية يا شفية يا خويا شلون بيك شلون بيك يا زينب راح عباس ابن داي يا ابا الفضل يا من اسس الفضل والإيمان.